نقلل عمرنا. إهناسيا، منف، هليوبلس، الإسكندرية، الفسطاط وأخواتها، القاهرة، عواصم مصر ومدنها حكاية بطول الوادي وثراء الدلتا، أسرار في الصحارى وفوق قمم الجبال، آلاف من الأعوام أرهق فيها المصريون برحلة حضارية مضنية. ولأنهم أحفاد هؤلاء الذين شيدوا الوطن عند فجر التاريخ، كان على العامل الجنوبي محمد تقي ورفاقه بسترتهم الملونة التنقيب عن مفتاح حياة جديدة بالعاصمة الإدارية.